أهلا وسهلا سيراج بي. مرحبا. أهلين. صباح الخير. ما تتوقع أنه نرجع أصدقاء؟ نحن رح نحكي بالشغل وبس. مثل ما بدك. إيه، قريت المسج وفكرت منيح بخصوص الأسهم وقررت أنه تقبلي. صدقيني هذا عين العين. بعد ما تراجعوا الخليجيين ما بتوقع ضل في مين يقدر يشتري هالوكالة المرموقة. بعدين في شغلة لازم تحطيها ببالك، ما بظن أنه في حدا بيقدر روح المرحوم نادر أكثر مني. أنا لو ما كنت بدي أخلص من هالوكالة وارتاح منها، صدقني ما كنت بحكي معك لو شو ما صار سيراج. لكن خلينا نخلص من هالقصة دغري، بس بالأول بدنا نشرب قهوتنا سادة، كانت ما هيك؟ اثنين قهوة سادة لو سمحتي. تكرم، إذا موافقة على العرض تبعي بيضل عنا التأكيد على تاريخ العقود، ولو وقتها بنقدر إنه نوقع اتفاق مبدئي مثل ما بيصير بالعادة. ما في اتفاق مبدئي. إمتى ما جبت المصاري وقتها بتتم عملية البيع وبتاخد وكالة إيجو. ليك بهي الفترة إذا إجاني حدا تاني بده يشتري أنا رح بيعه فورا. ما رح يجي حدا. معناها خف إيدك شوي. ليك كل ما استعجلت بتدبير المبلغ كل ما صارت إيجو إلك بشكل أسرع، وإلا بتوقع رح اتفرج على الشاري الجديد هو وعمزتك على الباب برا الوكالة بكل سرور. وابقى اشرب القهوة عني. خبري محاميك يكون جاهز على الجمعة الساعة 2، رح جيب المصاري. إن شاء الله خير. يا جماعة، أوتيل بولين، أوتيل بولين، أوتيل بولين. شبو؟ حدا سمع بضيف أو استضاف حدا هنيك بأوتيل بولين؟ ليك نادر ما كان شخص من النوع اللي بيعمل أي شي فاتورة مزورة أبداً. لا تفكر. ما تصرخي فريدة، نجات لساته هون رح يسمعك هلا. أي اسمع شو عمل له؟ نادر ما كان بيعمل هيك شي أبداً أبداً أبداً، فهمان؟ تمام. معناها حدا بيناتنا استضاف حدا بهداك الأوتيل، مبيني ما في غير هيك. معلش بلا هالنظرات اللي بلا طعمة، أنا ما في بحياتي غير ميادة والكل بيعرف هالحكي. مستحيل. معناتها بعد الاجتماع منروح ومنحكي مع مدير الأوتيل على الأقل، موافق؟ تمام، منروح. بس صحكن، ها ديروا بالكن بلا ما يوصل الحكي للمفتش اللي عنا. أبدا، أنا تمي مسكر وكأنه قبر. طيب لكن يا جماعة إذا جاهزين خلونا نبلش. شو في عنا؟ بالجاي أكاناي اتصلت مشان فيلم دعائي. مسحوق غسيل؟ لا لا أحذية. المنتج رح يغرقنا بالصرامي، ما هي؟ ماتت مايع فورا إبليس، ما عاد وبعته مثل الأول. لميس أنا لازم اجتمع بهاي الشركة، فينا نلتقي بعدين مشان الأوتيل؟ ممكن ممكن، أصلا أنا لازم شوف ريزا ضروري وحاكي. ليش؟ لك هذا حتى بالحياة صار مفكر حاله علوش. ما بينترك هيك. أنا لازم أمسكه من إيده وأسحبه للواقع بأي شكل. يعني عندك جلسة إرشاد نفسي، ما هيك؟ سكوت لا تذكرني. بتمنى لك التوفيق من كل قلبي. أوف، والله لازم تدعولي كتير. شو عم بيقول جهاد عن هبوط الريتنج تبع حكاية خيال؟ قال بده يانا نلتقى اليوم الساعة 5. ما رح ينشف قلبه على التليفون، لازم يفور ويغلي بوشي مباشرة. سيراج لو سمحت، بترجاك لو سمحت، ممكن تشارك بالاجتماع مع جهاد؟ ها؟ مسلسل بنتك كمان بالنهاية. لك أنا مو متحملة هالزلمة، مو هو وقت بيشرب الشاي بيكون عم يشفط شفط؟ بيجي على بالي امسك هالمعلقة واتحشى بعينه. وبعدين ما في بالعادة اطلب منك شي، بدك تخجلني معقول؟ والله ما كان بيودي روح علي هالجلسة اللطيفة، بس عندي اجتماع مع محامي. خير، شو في مشكلة بالعقود؟ لا لا. شبو هاد ليش عم يضحك هيك؟ ما فهمت. ها؟ في شي؟ في شي بيضحك؟ لا. فهمونا، في شي بيضحك يا جماعة؟ شبكن احكوا، بالعكس تماما، نهارنا بشع ومليان ضغوطات، ما هيك؟ وأنا هيك رأيي. سيراج ليك لما أنت بتضحك هيك أنا بتوتر كتير وبعصب، كرمال الله. حاجة بقى خلص الاجتماع بعدين بشوف لورا. طيب 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 روق، استنوا شوي. أهم حدا خبيته لآخر الاجتماع.
يا جماعة، تعرفوا بعد خسارة عمنا نادر الوكالة مرقت بمخاطر كبيرة، والأسبوع الماضي كانت رح تنباع للخليجيين وبجوز رح ننضر. ايه صح، وبفضل حضرتك قدرنا نتجاوز مصيبة كبيرة كتير. لا لا لا، ما هذا هو حديثنا. اللي بدي أقوله إنه في عندي إضافة صغيرة. الخبر بتوقعه سعيد طبعاً. وكالة إيجو ما ضل في أي خطر من مبيع على أي حدا. انتهينا. حلو كيف يعني؟ يعني جيلان رح تدير الوكالة بنفسها؟ لا لا. لكن مين اللي رح يديرها للوكالة؟ أنا؟ لا، أسهم عمي نادر أنا رح أشتريهم. بس لحظة، يعني حضرتك رح تستلم الوكالة؟ أنا. ألف ألف مبروك سراج بيك بالهنا. تسلم تسلم بكر، تسلم سراج بيك، ألف مبروك. تسلم. أنت مو على أساس ما كان معك مصاري تشتريهم؟ دبرته. من وين؟ ولو. من وين يعني؟ أكيد من أبوه لميادة. عادي ورح رجع لياهم بعد فترة. المهم هلأ ما عاد في داعي لأي قلق بخصوص مستقبل وكالتنا. ايه معلوم. لأنه أنت اللي رح تصير مديرنا هلأ. حاسة براحة عجيبة، مالك حاسس بهالراحة جلال؟ أنا عجد حاسة براحة. وأنا كمان. لكن كان أحسن لك الخليجيين يصيروا مدراء فوق راسك. مدير وكالة إيجو سراج أوزال، هذا ظلم. مو ظلم، هي تجارة حبيبتي. يعني جيلان إن كان بدنا ولا ما بدنا بدها تبيع. لك بمصاري عمو رح يصير مدير فوق روسنا. يا ريت لو أنا كمان كان عندي عم زنجيل مثله. إيه لو ما انفصلتي عن مدير البنك اللي طلعتي معه بالزمانات. تمام، خلونا نشوف الموضوع من جانب إيجابي شوي. سراج من فريقنا وبيضل في عشرة عمر. لا تجملك كل هالقد جلال، كلياتنا منعرفه لسراج ومنعرف قديشه أناني واستغلالي وغدار لما كنا زملاء متساوين. أوكي، بس كمدير للوكالة؟ يا حبيبي يمكن يحدد لنا حد سنوي للعمولات. ها؟ شو؟ حد شو؟ لك حد شو؟ لك من غير شي نحن الأجور اللي عم ناخدها رمزية كتير. لا حياتي، من هلأ ورايح بدك تنساهم لهدول القصص. من بعد اليوم رح تعمل اتفاقياتك مع أصحاب الأجور الأعلى. لا عيني ما بيزبط هاد الحكي. فكر مثل سراج شوي. يا أولاد بترجاكم وطوا صواتكم وحاجة تعيطوا وتشوفروا بإيديكم. شوفوا شوفوا هالمسكينة شلون عم ترجف رجف. يا الله، إذا بدكم تضلوا جانين روحوا جنوا بمكاتبكم. إذا بيجربوا بحط لي حد للعمولة تبعي أنا بورجي وقتها. ما رح أسكت، بدي أرجع للسينما القديمة. شو هالسخافة؟